في شي؟ لا اجيت شوف اذا بدكم شي. مهند بيك لسه ما نزل. ما صباح الخير. صباح النور ريهال. صباح النور. صباح الخير. تفضلوا على الفطور، انا رح اجيب لكم الشاي. نحن طالعين نفطر برا. وين قلم الحمرة؟ يا الله، ها هي هو. شو وينون؟ مراد على الكمبيوتر عم بيلعب، بابا بالشركة، وسمر طلعت بكير على الجمعية. يلا مهند. ده كان ما في حدا. وأنا كمان بدي روح شوف رفيقي. نهال جلدك عم يحكك؟ ليش انت شو دخلك؟ بس عمو له خبر؟ اساس انتو كنتوا طالعين. ايه فهمت، ما له خبر. لك خلصنا بقى، لا تتدخل فيني. يلا مهند امشي. طيب بس بكره رح نتحاسب. اترك هالبنت بحالها. خاطرك لميس خانم. الله معك. سلام. مع السلامة. آه شو نهال انت هون؟ سيدياتي مخربطين، قلت برتبهم. الجو كتير حلو. في عندك شغل شي اليوم؟ لا، ليش عم تسألي؟ بدنا نروح نشتري شوية أغراض. آه منروح منتمشى بالسوق بالأول، بعدين بعزمك على قهوة. آه قولي هيك من الأول. شو حنروح؟ ماشي، أنا في عندي كم شغلة تحت بس خلصن بجهز حالي مشان نروح. لا تستعجلي. ماشي. شو شيل السفرة؟ آه شوفي هون في شغلات حلوة كتير. خلينا نتمشى شوي بالأول. شوفي هي البقلة ولونها حلو، تعالي جربيها. خلينا نتمشى ونتفرج على السوق، بعدين منقرر شو بدنا نشتري. مثل ما بدك. مدموزيل شوفي مين في هنيك. شفتي على هالصدفة؟ عن جد عيب عليكي نهار، انت ضحكتي علي. ليش هيك؟ انا شو عملت؟ اسكتي، ما بصير هالحكي. بس انا ما بعرف، هي صدفة. قلت لك اسكتي. مرحبا. اهلين. مرحبا، كيفك يا خان؟ نحن طلعنا نشتري اغراض. وانا بدي اشوف رفقاتي، ناطرهم بالقهوة. ايه كيفك؟ منيحة. وانت؟ منيح، دراسة ومدرسة وهيك شيء. بتحبوا نقعد شوي؟ لا خلينا نقعد شوي، نرتاح من المشي. بس ما عنا وقت نهار. نشرب قهوة ومنقوم فورا، لو سمحتي مدموزيل. يا ريت.